كشف خبراء الطقس في الأرصاد الجوية الروسية هذا اليوم أن منطقة الشام وشمال السعودية ستشهد خلال أشهر أقصى شتاء منذ حوالي 100 عام، ذلك بعد أن رجحت أجهزة رصد الطقس الروسية تعرض المنطقة لعواصف ثلجية مع دخول فصل الشتاء مبكرا هذا العام. أوضحت الأرصاد الجوية الروسية أنه وفقا لخرائط النماذج العديدة طويلة المدى، فإن شهري يناير وفبراير من العام المقبل ستشهد تدنيا كبيرا في درجات الحرارة على معدلاتها الطبيعية والمعتادة، ذلك نتيجة مرور الكتل الهوائية القطبية الشمالية باتجاه قارة آسيا.